السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إمام الطريقة الكونتية لجمهورية مالي سيد محمود ديكو. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي لواء جبار مهنا والمستشار المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية سيد محمد حسوني. وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية شاد إمام الطريقة الكونتية لجمهورية مالي السيد محمود ديكو وشاد بجهود الجزائر ووقوفها الدائم مع مالي. فخور أن أكون في هذا البلد الذي أعتبره بلد الثاني، بلد الشهداء وبلد الأحرار، وفخور أيضا بهذه المقابلة، مقابلة فخامة الرئيس في بلد الثاني. والحمد لله أشكر هذا الشعب الكريم وأشكر حكومته وعلى رأسهم فخامة الرئيس على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة وكرم الضيافة، وهذا دأب الجزائريين، العطاء والإحسان هذا دأبهم. وأنا من مالي ويعتبر مالي، نحن لسنا جيران بس نحن كبلد واحد، كأننا جزء لا نتجزأ إن شاء الله بإذن الله. والجزائر وقف معنا في كل المراحل وفي كل الأزمات، وأشكرهم وأدعو الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا هذه المشاكل التي نعاني في مالي وفي المنطقة الصحراء منطقة الساحل، وإن شاء الله يكون الصلح والتعايش السلمي في بين كل الشعوب المنطقة. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج على كل الأمة وخاصة على أهل غزة، صلى الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يدركهم بلطفه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. عهد ووفاء، مسيرة 4 سنوات من بناء الجزائر الجديدة أرسى خلالها رئيس الجمهورية أسلوبا خاصا في إدارة شؤون البلاد بالارتكاز على النزاهة والبساطة والصرامة والعزم وحسن القيادة. 4 سنوات كسب فيها السيد الرئيس بعفويته المعهودة وطبيعته العادية قلوب الجزائريين والجزائريات الذين التفوا حول مشروع بناء الجزائر الجديدة. وبالمناسبة قرر سيد الرئيس تأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين بداية من نهاية السنة الجارية. سونيا جاسي. يحس بالشعب، يحس بالعفوية تاعو، كثر خيره قريب من المواطن، يفهم الشعب، يحس بيه، يحس بالمعاناة تاعو. كاين قوانين، كاين حوايج مليح للمواطن او جسدها ما مشاو خارجين، الله غالب. هو نهار جا في ظروف الله غالب قاسيه، كانت البلاد عقبت على كورونا، العالم كامل حابس، العالم تعرض لازمه اقتصاديه حاده. فغير كان الزينه قبيليتك دينيغا كيعز ربي وكيكمل ربي، ايوا شو ترضي تاخذ ثقه غير ثمورث يسك ذيسنا اكويت افوسك فوس ادن بنوت سامورثنا. سي عبد المجيد تبون اكيكمل ربي نكون اقلع ذيك.
باختصار، لقد فرض الرئيس تبون أسلوبه الخاص في إدارة شؤون البلاد، ولا يختلف اثنان على الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها رئيس الجمهورية في التواصل مع الجزائريين والجزائريات، متخذا في ذلك نمطا يرتكز على عفويته المعهودة وطبيعته العادية. تحيا الجزائر. كسب من خلالها إعجاب ملايين المواطنين وتأثرهم به، وهم الذين التفوا حول مشروع بناء الجزائر الجديدة، لا سيما وأن الرئيس تبون نجح في كسر كل الحواجز بينه وبين شعبه، معتمداً على شخصيته التي تجمع الأخلاق والنزاهة والبساطة والصرامة والعزم، والأهم حسن القيادة. ما قاله هو بنفسه في يوم من الأيام في إحدى خطاباته لما حمل الورقة وقال خطاب كتبوه لي وأنا سأتكلم من القلب إلى القلب، وهذا هو أحسن مثال إن أردنا وجهة نظر في خطابات السيد رئيس الجمهورية، أنها خطابات تنبع من القلب إلى القلب وأن لها قبول على المستوى الاجتماعي بجميع شرائحه. نقدر نقول أنها خطابات شعبية وليست شعبوية. هو قريب من المواطن والشخصية دياله، يعني تمشى مع أي ولاية جاها يتكلم معها باللغة اللي يفهمها عامة الشعب. الناس هاي فرحانة به، الحمد لله. اللي كان يخلص ما يخلص جاره يخلص، اللي كان يخلص 500 راه يخلص 3 ملايين، فهمت؟ احنا كيما كنا احنا نخلصوا 2 ملايين رانا نخلصوا 5، الحمد لله يا ربي. نرى ان هناك كاريزما ووفاء ايضا للمواطن الذي صار يلتمس المعلومات الحقيقية وكل ما كان ربما في ممارسات سابقة. هناك تغيرات كبيرة يحس بها المواطن البسيط قبل المواطن ربما الآخر. إن الرئيس عبد المجيد تبون المتمكن في إدارة المواقف قرر التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين بداية من نهاية السنة الجارية، وسيشكل فرصة للرئيس من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية وتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسة الخارجية للبلاد دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية. وبصورة استثنائية سيكون الخطاب الموجه للأمة من قبل السيد الرئيس تبون ذو طابع خاص، لأنه سيشمل تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية ويعد سابقة في تاريخ الجزائر. وعلى العهد وتجسيدا لالتزاماته أعاد رئيس الجمهورية للدبلوماسية الجزائرية مكانتها وأدوارها المحورية والريادية إقليميا ودوليا من خلال دبلوماسية رصينة أكدت المواقف الثابتة للجزائر في نصرة القضايا العادلة وتعزيز السلم والأمن الدوليين. جويدة بادر. أجيريا 184. إن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر. لم يعد خافيا أن السياسة الخارجية للجزائر الجديدة أضحت واضحة المعالم وغير قابلة للمساومات، قاعدتها رجاحة الطرح في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، فمبدأ الندية في التعاملات الدبلوماسية الذي انتهجه رئيس الجمهورية وسياسة الصوت العالي في تعاملها مع القضايا العادلة أجبر بعض الدول على تصحيح نظرتها لعلاقاتها مع الجزائر. التزامات تعهد بها السيد الرئيس بتحيين أهداف الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها، فطويت بذلك صفحة التغييب وعادت لتفرض وجودها على الخارطة الدبلوماسية الدولية من خلال حراك دبلوماسي مكثف قاده رئيس الجمهورية في كبريات العواصم في العالم، فتح الباب واسعاً للتعاون والشراكة الاقتصادية.
مواقف رئيس الجمهورية وخاصة الرئيس تبون راهو يعني رفع قيمة الجزائر، وعرف كيفاش يعني الدول غير تتعامل مع الدولة الجزائرية تعرف الحدود ديالها. عادت الدبلوماسية الجزائرية من جديد كقوة إقليمية ومحورية، خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصبحت موقف الجزائر واضح وصريح، يعمل على المصالح الندية مع جميع الدول. ضمن هذه المقاربة الجديدة تعهد السيد الرئيس بتجسيد مفهوم جديد لسياسة خارجية جزائرية نشطة واستباقية. فعلى المستوى العربي كان للجزائر الفضل في إعادة لم شمل وترتيب البيت العربي، بدءا بإعادة سوريا للحضن العربي، وجعلت القضية الفلسطينية في صلب الأولويات وأعادتها إلى المشهد الدولي بعدما وحدت صفوفها الداخلية برعاية رئيس الجمهورية. برعاية وإشراف من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لقد أكدت الأحداث الأخيرة والهجمة الغاشمة على قطاع غزة حكامة الطرح الجزائري في مواجهة الكيان الغاصب، طرح تجاوب معه أحرار العالم لاقتياد مجرمي الحرب الصهاينة إلى أروقة الجنائية الدولية. فكانت الجزائر دائما في المحافل الدولية تدافع عن الأحرار، تقف إلى جانب المظلومين، دائما صوتها صوت وازن. من منطق المواقف الثابتة تجاه الأزمات والنزاعات الدولية ترافع الجزائر عبر مختلف المنابر عن دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتلتزم ببذل المزيد من الجهود من أجل المساهمة في تسوية النزاعات في ليبيا وفي منطقة الساحل الصحراوي والقارة الإفريقية. في مالي، في ليبيا، أخيراً في النيجر، الدور الرائد الذي تلعبه دولة الجزائر لا يمكن القيام بهذا الدور إلى دولة يعني في حجم الجزائر. كل هذه المواقف التي تقفها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون من أجل الشعب النيجري جعلت النيجريين يفرحون بهذه الوساطة. عقيدة دبلوماسية راسخة ومواقف ثابتة بوأتها مقعداً بأعلى هرم في الأمم المتحدة يمكنها من إسماع صوت القضايا العادلة في هذا المحفل الدولي. والجزائر التي تستميت في الدفاع عن القضايا العادلة وإحلال الأمن والاستقرار في العالم تطمح أيضاً نحو تجسيد شراكات اقتصادية مربحة تحقيقاً للتنمية على العديد من المحاور، بدءاً بالدفع بتجسيد مشروع المنطقة الحرة للتجارة الإفريقية وفتح منافذ حدودية وخطوط بحرية وجوية مباشرة نحو عمقها الإفريقي. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. قوة هادئة ونجاح وازن للدبلوماسية الجزائرية فرضته النظرة الاستشرافية ومواكبة التطورات والتوازنات، توازنات لا تعترف إلا بثابت المبدأ لا خانع مستكين. وعلى درب الوفاء بالتزام 28 بجعل الحصول على السكن أولوية مطلقة، أكد السيد الرئيس الرفع من وتيرة بناء المجمعات والأقطاب السكنية بمختلف السياق وفي كل ربوع الوطن صونا لكرامة المواطن. أي دحو. عهد فالتزام ترجمته الأرقام بتوزيع أكثر من 1,000,000 وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة عبر مختلف مناطق الوطن. هنا بالقطب السكني الصفصاف بالبليدة فرحة المستفيدين تغمر المكان. رئيس الله يستر الله يخليه للبلاد إن شاء الله، هو اللي قالنا باللي تستفادوا وما نخليكمش في القصدير وفي الهش. الحمد لله يا ربي وين كنا وكيفاش دخلنا هنايا فرق كبير، والحمد لله نشكر ربي على هذه النعمه.
طاحت لنا مع الشتاء والبرد والحمد لله يا ربي، كيما يقول لك ربي كيما يقول لك ما في غير الخير الحمد لله يا ربي. بايت الشتاء تصب عليا الشتاء اليوم أفرج ربي. ما نبغيش الجزائري وقلتها مرارا، قلتها حتى أيام ما كنت وزير سكن، ما نرضاش للجزائر تاع 1,500,000 شهيد باش يكونوا أولادها ساكنين في القصدير. نجاعة في برمجة المشاريع جعلت وتيرة الإنجاز تسير في منحى تصاعدي، فخلال سنة 2020 سلمت أكثر من 200,000 وحدة سكنية، وبنهاية سنة 2021 وزعت أكثر من 320,000 وحدة سكنية. أما سنة 2022 كانت سنة توزيع السكنات بامتياز، سلمت فيها أكثر من 400,000 وحدة سكنية، ومنذ بداية سنة 2023 وزعت أكثر من 330,000 وحدة سكنية، مع الانطلاق في أشغال أكثر من 515,000 وحدة سكنية. لتطوي الجزائر بذلك أزمة السكن وتدخل ضمن التزام رئيس الجمهورية بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال عصر الناس خدماته، دخل أمس حيز الخدمة الجيل الثاني أو النسخة الثانية لبطاقة الشفاء، والتي تتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. شفاء اثنان تقدم مزايا وخدمات جديدة للمؤمن لهم اجتماعيا كرفع قيمة التعويضات إلى 5,000 دينار. المزيد مع مالك درحمونة. جمال متقاعد يقتني أدويته عن طريق بطاقة الشفاء، وكان في أغلب الأحيان يضطر إلى دفع رسوم إضافية. اليوم أصبح بإمكانه اقتناؤها
بعد دخول الجيل الثاني حيز الخدمة دون دفع مستحقات أخرى بعد رفع قيمة التعويضات الممنوحة من 3000 دينار إلى 5000. المرضى يستفاد بزاف منهم، هادو سي دي زافونتاج او بروفي دي مالاد، يعطيهم الصحة فريمون سي بينيفيك بور تو لي مالاد. كان يجي توجور كتر من 3000 دينار، دوك مع زيادة هادية لا باس. هذه مبادرة جيدة كما راهي دارتها الدولة باش تولي حتى الدواء يوصل ل 500000 يمكن تعويضه للمواطن، ونشكر السيد رئيس الجمهورية. يدرك 500 شوية صافا، يقدر حتى نقدروا نمدوا له نوردونونس كونفورم. حاجة مليحة اسم الله الإنسان هذا راه يلقى روحه شوية خير من اللي يزيد من جيبو. الجيل الثاني من بطاقة الشفاء وبعد دخولها اليوم حيز الخدمة ستمكن الصيدليات من التعرف على 40 وصفة طبية للمريض بميزات وخوارزميات جديدة تسهل عملهم أكثر. وبدر حسنا للمؤمنين الاجتماعيين سواء تابعين لمصالح الضمان الاجتماعي الأجراء أو الغير الأجراء، يعني حاجة كما يقولوا حاجة زايدة أون بليس، سين أوبسيون أون بليس. سهلت لنا احنا العمل كصيادلة وخفت على المواطن من جهة أخرى ثانية. الصندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية للعمال الأجراء حضر لهذه العملية الانتقالية من النسخة القديمة إلى الجديدة برقمنة كل البيانات مع وضع ميزات البطاقة الجديدة في النسخة القديمة. البطاقة تحتوي على معلومات حساسة، معلومات شخصية ومعلومات ذات طابع طبي، وجب علينا تأمينها، ولذلك يعني تم رفع يعني أو تقوية التأمين. النظام الجديد لبطاقة الشفاء سيمكن المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق الاستفادة من العلاج ومختلف الخدمات من أي مكان على مستوى التراب الوطني. في المشهد المأساوي بغزة نفذ طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حزاما ناريا عنيفا على مخيم جباليا شمال القطاع موقعا مزيدا من الضحايا لم يعرف عددهم بسبب الحصار والتعتيم الإعلامي المفروض على المنطقة. وقبل ذلك ارتقى 28 شهيدا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلين أحدهما غرب خان يونس والآخر في دير البلح وسط القطاع، كما استهدف مدفعية الاحتلال عدة أحياء بمدينة غزة سقط على إثرها 50 فلسطينيا شهيدا بعد تدمير برجين سكنيين، فيما لا تزال المحاولات متواصلة لانتشال 50 مفقودا من تحت الأنقاض. وبالقرب من برج الجلاء في المدينة أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني 13 مواطنا وأصابت آخرين بجروح خطيرة وتركتهم ينزفون على الأرض مانعة طواقم الإسعاف من نقلهم إلى المستشفيات. في غضون ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية ساحقة يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة. وموازاة مع العدوان الوحشي الذي أدخل الفلسطينيين في دوامة رعب أفقدتهم الأمن والأمان، ألقى الحصار المجحف هو الآخر بظلاله على يوميات الفلسطينيين المثقلة، فأضحى الحصول على حفنة دقيق هدفا صعب المنال. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد وثق لنا من رفح رحلة البحث المرهقة للفلسطينيين عن ما يشد الرمق، ما يسد الرمق. أقول هنا يصطف آلاف النازحين الفلسطينيين للحصول على كيس للدقيق من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لكنه عمل مجهد لأنهم يصطفون لساعات طويلة وربما تأخذ معهم الحكاية أيام وأيام وأيام حتى يتمكنون من الحصول على كيس للدقيق ويؤمنون قوت أبنائهم. اليوم جيت من الساعة 5 الفجر وهين لحتى اللحظة بستنى، هين بنستنى دور، نستنى كيس طحين يطلع لنا عشان نروح لأولادنا نعجن لهم، ولسه بدك تشتري خشب والمشاطيح غليت والحياة غليت. نقعد من الساعة 6 الصبح لحديت بعد العصر نستنى قص دقيق عشان طعم اخواتنا. يعني صليت الفجر في المسجد وجيت
ولقيت الدور في اخر يعني قدامي ناس بايته من هان من الصبح، يعني في ناس بقول لك بيجوا من الساعه 1 والساعه 10 بالليل وبيباتوا هان عشان ياخذوا دور. حتى وان تمكن الفلسطينيون من الحصول على كيس للدقيق، لكنهم ايضا سيبحثون طوال اليوم عن الحطب وعن المياه حتى يتمكنوا من توفير المستلزمات الأساسية. وهذا أكبر يعني معاناة، يعني بعد 70 يوم الواحد يحصل على كيس طحين، يعني والله بقينا مدبرينها يعني رز ودوبنا ماشيين حالنا في الوضع هذا. ومن هي يعني الواحد صح له كيس طحين هيك بمشي حاله، لا حول ولا قوة إلا ما الله يفرج فينا. الوضع صعب كثير يعني، والله الوضع يعني بتحملش، والله يكون معي للناس. استلمت بعد كل هالمعاناة هذه. من نزوح لنزوح، الحمد لله رب العالمين على كل حال. اول شيء بدنا نخبز معروف، وبعد هيك معاناه جديده في كل حاجه، ميه دور في كل شيء، الحمد لله رب العالمين على كل شيء. فالفلسطينيون اصبحوا يسمون كيس الدقيق هو الذهب الابيض، ومن يحصل عليه هو اكثر الاغنياء، خاصه بعد شح الدقيق في كل المناطق الفلسطينيه والمحافظه وقله دخول المساعدات عبر المعابر المغلقة من الاحتلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على مد جسور التواصل بين الجزائر وأبنائها في الخارج، حل أمس بمطار الجزائر الدولي هواريب مديان 45 شابا من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قادمين من لندن وباريس للمشاركة في قافلة الذاكرة الوطنية. الجولة تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مسجد باريس الكبير. ليندمكي. الساعة كانت تشير إلى 8 مساء، حطت الطائرة بمطار الجزائر الدولي هواريب مديان. أكثر من 40 شابا وصلوا إلى الجزائر قادمين من فرنسا ولندن في رحلة تجوب 6 ولايات للتعرف على تاريخ وحضارة الجزائر. لقد زرت الجزائر من قبل، هي فرصة لاكتشاف بلدي، حقيقة أنا جد سعيدة. احنا كجالية جزائرية نشعر بالفخر، حاجة الأولى فرحانين بلادنا، شيء اللي موالف ننسوه، بصح بلادنا دائما جزائر، نفكروا بلدنا وجزائريتنا. سنزور المتاحف والمعالم التاريخية هنا بالجزائر. أنا جد فخورة بما أنني جزائرية الأصل. هذه الرحلة ستكون فرصة لي لإعادة اكتشاف بعض الولايات. الجزائر جميلة، وكان لي الحظ أن أزورها عدة مرات مع العائلة، واليوم سأزور عدة ولايات. نرحب بالشباب الجزائري تاعنا اللي لحقوا اليوم في هذه القافلة للذاكرة اللي راح تجوب 6 ولايات تاريخية. نظن أنه يعني هي أول مرة نديروها في مع وزارة الشباب والرياضة مع مسجد باريس، إن شاء الله هذه الأولى وراح تكون يعني عدة نشاطات. الجزائر الغنية بتنوع تراث مناطقها ومدنها، تشكل فضاء تاريخيا خاصا يستحق الاكتشاف، فهنيئا لهم للتعرف على أهل المرحاب والمذياف في رحاب بلد الشهداء. ثقافيا، دخل المجمع الثقافي لقلعة الشيخ بوعمامة بولاية نعامة حيز الاستغلال. المجمع يضم متحفا تاريخيا ومحلات للأنشطة الحرفية والتقليدية، كما تم إطلاق اسم الفنان الراحل محمد بن قطاف على المسرح الجهوي الذي أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي على تدشينه، كاشفة بالمناسبة عن الشروع في عمليات لإعادة الاعتبار لعدد من المواقع الأثرية المصنفة بالولاية. عبد المجيب الشاذلي. تحت اسم الممثل والمخرج الراحل محمد بن قطاف يضاف المسرح الجهوي بولاية نعامة كمعلم من شأنه تعزيز التعبير الفني والتنوع الثقافي على الصعيدين المحلي والوطني. يأتي هذا الصرح كمكسب
عظيم فني يتيح المجال إلى الرؤية فنية مسرحية وبعث حركة مسرحية على المستوى الولائي والجهوي. إن شاء الله احنا من القدام يكون فيه مشاريع مسرحية هادفة تنمي البلاد. هذا المسرح هو أكبر مسرح في الجنوب الغربي الجزائري بسعة 600 مقعد وأنجز بغلاف مالي يزيد عن 843 مليون دينار. تدعيم الوسط الثقافي بمنشآت ومرافق جديدة من شأنها إضفاء حركية فعالة مشجعة على المشاركة المجتمعية. المركب الثقافي بالناسي الحبيب، هذا المركب الذي تقريبا انتهت به الأشغال بنسبة 97%، لم يبقى إلا التجهيز، والحمد لله احنا هذه السنة سجلنا عملية إعادة تقييم بغلاف يقدر ب 50 مليون دينار. حماية وترميم الممتلكات الثقافية المحمية لاستغلالها في ترقية السياحة الثقافية يبقى من الأهداف الحقيقية للنهوض بالتنمية المحلية والوطنية. في الرياضة، يواجه اليوم فريق اتحاد العاصمة نادي مودرن فيوتشر المصري ابتداء من الساعة 4 بملعب السلام بالقاهرة لحساب الجولة 4 عن المجموعة الأولى من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فحظ موفق لممثلي الجزائر في هذه المنافسة. وصلنا مشاهدينا بهذا الخبر الرياضي إلى ختام هذا العرض الإخباري، أشكر لكم المتابعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.